السؤال الخامس: لدينا معادلات عامه لقطوع ناقصه، عين مركز وذره ومحاور كل قطع ثم ارسمه. في عندي معادلتين لقطعين. المعادله الاولى ابسلون لقطعين، معادله 4 اكس مربع زائد 16 اكس زائد واي مربع زائد 2 واي زائد 1 يساوي 0. اريد المركز والذره والمحاره ثم ارسمه. طبعا هذه المعادله بشكل عام اردها الى شكل قياسي بالاتمام الى مربع كامل. نعم، الشكل القياسي اللي لازم انا احصل عليه لازم يكون x ناقص x صفر للتربيع على a مربع زائد y ناقص y صفر للتربيع على b مربع يساوي الواحد. نعم، لذلك لازم حدود x x يكتب على شكل مربع كامل، لازم الاتمام الى مربع كامل يصير على الاكسات والاتمام الى مربع كامل يصير على الوايات. اخرج امثال x مربع عامل مشترك من هذين الحدين، لانني لا استطيع الاتمام الى مربع كامل الا عندما يكون امثال x مربع يساوي الواحد. يلا يا شباب يا طلاب جميعا، طلعت الاربعه عامل مشترك من اول حدين 4 بي اكس مربع زائد 4 اكس، سكرت القوس، زائد الواي مربع زائد 2 واي امثال واي مربع يساوي الواحد. اجاني عز الطلب، نعم ما في حاجه اني اخرج امثال واي مربع، الواي مربع امثال واحد، واي مربع زائد 2 واي يساوي ناقص واحد. الان لنجري عمليه الاتمام داخل قوس الاتمامون، 4 ب اكس مربع زائد 4 اكس زائد 4 ناقص 4، اجمع واطرح، نعم اجمع ثم اطرح مربع نصف امثال اكس 4 2 تربيع 4 زائد واي مربع زائد 2 واي زائد 1 ناقص 1، نص 2 هي 1 مربعها 1 يساوي الناقص 1. نعم مباشرة ناقص 1 هون وناقص 1 هون بيروحوا مع بعض، مجرد هي راحت لهون او هاي اجت لهون روحوا بعض قبل ما يوصلوا عن بعضهم. ما نروحهم، ناقص واحد راحت مع ناقص واحد، كل واحد بطرف، كل واحد بطرف ولهما نفس الاشاره ونفس القيمه. نعم لاحظ هدول الثلاثه متطابقه، اكس زائد 2 للتربيع، الاربعه انضربت في المتطابقه في حط حد القوس، ظل عندي هاي الناقص 4، الأربعة بتنضرب بالناقص 4 بصير عندي ناقص 16 زائد الواي زائد 1 للتربيع، نعم يساوي الصفر. طبعا هذا الناقص 1 راح، هذا الناقص 1، الناقص 16 تنقل للطرف الأيمن، 4 بإكس زائد 2 للتربيع زائد الواي زائد 1 والكل للتربيع يساوي 16، وقسم على 16 مشان الأيمن يساوي الواحد. أحصل على الشكل القياسي المنشود الذي اريده، قسمت على 16، 4 16 4 في المقام، x زائد 2 للتربيع على 4 زائد y زائد 1 للتربيع 16 يساوي 1. هذه المعادله من الشكل x ناقص x صفر للتربيع على a مربع زائد y ناقص y صفر للتربيع على b مربع يساوي 1، وهي المعادله القياسيه لقطع ناقص مركزه وفتحه ناقص 2 فاصل ناقص 1 وسطاؤه، لاحظ ناقص 2 فاصل ناقص 1. نعم هو الموجب x صفر سالب او الموجب x صفر الواي صفر سالب، الوسطاء a مربع يساوي 4 a يساوي 2 b مربع 16 b يساوي 4، نفس المنهجيه اللي صرنا نشتغل عليها، بديك على المنهجيه هي تحل لي كل المسائل. هذا يؤدي بالتراجح، b اكبر من a، ثابت الشاقول اكبر من ثابت الافق، معناته المحور المحرقي يوازي هو. انا بس اللي اعرف المحور المحرقي، بعرف معادلة الوسطاء وبعرف المحارق وبعرف الذره بين قطر كبير وقطر صغير. لاحظ عينت المركز، طلعت الوسطاء هن اللي اعطاني ال، احسب س من معادلة الوسطاء، ال يوازي او واي، معناته معادلة الوسطاء ب مربع يساوي ا مربع زائد س مربع، 16 يساوي 4 زائد س مربع، س تساوي جذر 12 التي تساوي 2 جذر 3، جذر 12 يساوي 2 جذر 3. المحرقين لان ال يوازي هو x صفر فاصل y صفر زائد c، هذا يؤدي وعوض، شوف هاي x صفر بتشيلها بتحط لي اياها هون، ال y صفر زائد c ناقص 1 زائد 2 جذر 3، ناقص 1 زائد 2 جذر 3.
الفتحة x صفر فاصل y صفر ناقص c ناقص 2 انحطت y صفر ناقص c ناقص 1 ناقص 2 جذر 3 ذرة القطر الكبير راح يكونوا مين؟ راح يكونوا b التي إحداثياتها x صفر فاصل y صفر زائد b. ليش القطر الكبير b بفتحة؟ لأن L هو الشاقول. نعم شوف ال L هو الشاقول b x صفر فاصل y صفر زائد b ناقص 2 فاصل ناقص 1 زائد 2 يساوي شوف ناقص 1 زائد 2 عفوا ناقص 1 زائد 4 اعتذر يساوي 3 بفتحة x صفر فاصل يعني ناقص 2 فاصل ناقص 1 ناقص 4 نعم يساوي ناقص 5. نعم كده الأرقام موجودات حدك بس عليك تجريل العمليات الحسابية. ذرة القطر الصغير انه A التي احداثياتها x صفر زائد A فاصل y صفر x صفر زائد A ناقص 2 زائد 2 والتي تساوي صفر نعم y صفر ناقص 1 A فتحة x صفر ناقص A ناقص 2 ناقص 2 ناقص 4 فاصل y صفر ناقص 1. الرسم وعين المركز ناقص 2 فاصل ناقص 1 بيك إكسات ناقص 2 ويات ناقص 1 هذا هو الـ فتحة باعتبار الـ يوازي O Y يمر منها النقطة وشاقول أرسمه بهذا الشكل وعين الذرة عندي الـ P ناقص 2 فاصل 4 عفوا ناقص 2 فاصل 3 نعم ناقص 2 فاصل 3 وبي فتحة ناقص 2 فاصل ناقص 5 ناقص 2 فاصل ناقص 5 A صفر فاصل ناقص 1 A فتحة ناقص 4 فاصل ناقص 1 أصل بين الذرة أحصل على القطع الناقص. هكذا أريد منك حل هذا النوع من هذه المسألة بهذا الشكل.